مشاهدينا بنرحب فيكم ببرنامجنا الجديد برلمان 2026 وبيسعدنا انه استضيف بحلقه اولى من هالبرنامج معالي اللواء اشرف ريفه بنرحب فيك شكرا جزيلا اهلا وسهلا فيك معاليك سمينا برنامجنا ببرلمان 2026 لاننا نؤمن بالتغيير الحقيقي للبنان وناطرين لبنان الجديد المعافى من الطائفية السياسية الى دولة السيادة والعدل والاستقلال. قبل ما نبدا حلقتنا معك رح نشوف ريبورتاج صغير عن حضرتك ومن بعدها منكملين. النائب اللواء اشرف ريفي اوفى الاوفياء للرئيس الشهيد رفيق الحريري رجل الاعمار لما هدمته ميليشيات الحرب كان وزيرا للعدل في حكومه تمام سلامه شغل منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي في مرحله دقيقه جدا من تاريخ لبنان المعاصر كان وما زال من المدافعين عن العداله في كل القضايا ومنها تحقيقات تفجيري الحريري ومرفأ بيروت، أحبط اللواء ريفي الكثير من المؤامرات التي كانت تستهدف شخصيات سياسية ومدنية، واستطاع أن يحقق اختراقات كبيرة في سياق الملفات الأمنية الكبيرة والخطيرة. قوة حزب الله وهم صنعه ضعفنا يجب ان نقول لحزب الله انك مجرم وارهابي ريفي المعادي الشرس للاحتلالات والوصايات الخارجية من الإسرائيلية إلى السورية، هو اليوم في طليعة المناضلين ضد الاحتلال الإيراني، ويشكل مع النواب فؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وميشيل معوض كتلة سيادية وتغييرية جاهزة للعمل المشترك على الثوابت السيادية والإصلاحية، طامحاً أن تصبح جبهة وطنية عريضة تضم كل المعارضين لتحرير لبنان من قبضة المنطقة. المنظومه المجرمه والفاسده التي تحكمه وتجره يوما بعد يوم الى جهنم عم نمرق بمرحله غير مسبوقه على كافه الاصعده والوضع اصبح مزريا وعند كل استحقاق منشوف انه في تكليف واذا وجد التكليف يعجزون عن التاليف برايك وين العقده الاساسيه بتشكيل الحكومه؟ لا شك متفضلتي انه المرحله غير مسبوقه، فعلا المرحله غير مسبوقه لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا ولا انمائيا ولا شيء ابدا هي الحقيقه، في قطاعات تقريبا يا انهارت او شبه انهارت بالمقابل في فقر مشهدنا الحقيقه، نحن جيل عشنا كل الظروف الحرب مبدئيا بس ما كنا ولا مره هالقد كانت اذا بدك انهيار القيمه الشرائيه، انهيار القطاعات، شبه انهيار للقطاع المصرفي، للاستشفاء، للمدارس كلها سوا الحياه. بالمقابل حكما اليوم شايفين انه في هالقد طبقه سياسيه عممت الفساد بشكل غير مسبوق كذلك الامر وصار الفساد كانه بتصور بكل اسف كانه مؤسس, مؤسس وبالنهاية حقيقة صار فساد وقح ايه بتصير الفساد وقح عندما تكون رأس الهرم سواء بادارة مؤسسة او بالدولة يغرق بالفساد ما حدا فيه هدي احدا نهائيا بكل اسف الحقيقة هلا شو الحل انا برأيي ما شايف حل مع الطبقة السياسية اللي هي موجودة هي الطبقة السياسية حكما صارت اشبه بمافيا بكارتيل اصحاب مصالح بس ما له علاقه حكما بنظره الدوله وفكرة وب... الدوله الحقيقه، رجال الدوله ما هيك بتمتعوا ابدا هي، رجال الدوله متفانين، رجال الدوله مترفعين، وطنيين، بحب بلده، بحب سياده بلده وبنفس الوقت تمام الحياه يجب ان يكون نزيها والا اكيد مش عم نحكي بايتوبيا عن نظريات عم نحكي بالمدينه الفاضله بس في حد ادنى اذا بدك من ال... الحد الادنى من الاخلاقيات بالممارسه وبالامور المعاشه بهالمعنى هذا تجاوزنا كل الحدود الحقيقه بكل اسف الحقيقه التغيير حقبا لا شك الانتخابات 2022 بالوقت الحاضر اسست للتغيير انا بل كانت اول تغيير نقلت البرلمان الحالي او السابق كان في 74 نائب للفريق الاخر، اليوم بالكاد صرنا شبه متساويين، يعني ما اكيد مش واضحه انه مين بيفرق على الثاني، بس الفرق هو بين يا اثنين نواب او نائب او ثلاث نواب فقط لغير بين الوجوه دلوقتي. القديمه والوجوه وال... الجديده. ايه. انا اذا اخذت دائره طرابلس، دائرتنا فيها 11 مرشح، 11 نائب، في 10 جديد في واحد فقط لغير واحد منهم قديم مبدئيا، يعني اذا هذا تاسيس للتغيير، هاي بدايه التغيير. عندنا محطة تانية هي انتخابات الرئاسية إذا أدرت كذلك الأمر تترجم باتجاه تغييري إلى أن نصل إلى 2026 اللي هو يجب أن يكون برلمان تغييري كبير جداً إن شاء الله نعم. رح نحكي عن الانتخابات او الاستحقاق الرئاسي بس قبل بدنا نحكي شوي عن التشكيل رح يكون في تشكيل للحكومه او انه تاليف وتصريف اعمال لحين انتخاب رئيس الجمهوريه معلوماتي مسبقا اخذين قرار مشان هيك انا بري كان كل الكلام همروجي ظاهره وكله معلب مسبقا متفقين انه يكون حكومه تصريف الاعمال تدير هالمرحله هاي من هلا لثلاث اربع اشهر لديه يخلص الولايات العهد مشان هيك واذا بتشوفي لهيك حطينا مرحله برايك الرئيس ميقاتي مش غير مش غير ايه شايفين احنا كانت معلومات انه كل اذا بدك الطبقه السياسيه كلها سوا متوافقه ان تبقى الحكومه على ما هي عليه وخاصه بعد نتائج الانتخابات تبقى هاي مع فكرة تعديلات بعض الأماكن مبدئيا إنما اصطدموا أنه بالنهاية هذا الكلام كان قبل الانتخابات باعتبار أنه عندهم أغلبية 74 نائب لو ما أخذوا 74 تبقى الأغلبية لهم <applause> فوجئوا أنه لا الأمور الأغلبية على منخار على منخار تماما الحياة مشان هيك أنا بتصور اليوم أي تغيري مقعدين او ثلاثه بدك ترجع تجديد السياق يعني بدها بدها السيئة السياق ستكون هزيله مثل تكليف الحقيقه مشان هيك انا بتصور وقت اللي وضعنا نحن كنواب قدام خيارات ثلاثة أو بتنتخب نجيب مئاتي أو بتنتخب نواف, سلام, سلام أو ورقة بيضة مبدئيا حكما هذه الخيارات أنا برأيي في ناس لا مع تسمية نجيب مئاتي ولا مع ولا تسمية نواف, سلام, سلام. ولا كذلك الأمر أنه تحط ورقة بيضة مبدئيا أنا كان خياري أنه بالنهاية أنا أقاطع الجلسات مثل ما قلت لك المعلبة مسبقا ولا تؤدي ولا تساهم ولا بخطوة نحو إضافة تغيير فوق التغيير اللي كان منشود نعم. الرئيس ميقات اليوم أتى برضا فرنسي أمريكي والسعودي لم يعترض عليه أنه برأيك ما كان في شخصية تقدر بهالمرحلة يختار السعودي أو تكون تحظى بالتفاف سني ورضا سعودي لهالمرحلة لا يكون بهالمرحلة بماتشات الرياضة في شيء اسمه وقت وقت مستقطع نعم وقت لي الحكم بيطلب من أو رئيس الفريق كابتن الفريق بيطلب من الحكم أنه يعطيني وقت مستقطع بطلع اللعيبة لبرا يتسلى هذا الوقت أنا برأيي منه داخل وقت, دا وقت, وقت ضايع مبدئياً بالوقت الضايع أنا برأيي كانت أس... يعني أفضل حل طلع معه مبدئياً أن يبقى الوضع على حاله أبي. يستمر مبدئياً نعم. تصريف أعمال إلى أن تنتهي نعم. بعدين ما تنسي أنه صحيح باقي أربعة ش... أربع شهور بس إنما يمكن حسب الدستور أن ينتخب رئيس الجمهورية الجديد شهرين قبل الاستحقاق يعني بعد شهرين من هلا وانا افضل بوضع مأزوم بوجود رئيس جمهوريه حكما انا برأيي لا يحسن اداره الجمهوريه وبكل اسف دمر الجمهوريه ويعني عهد تباهي انه هو عهد قوي لانه كان عنده عضو ناقص بيعرف حاله قديش ضعيف دائما الواحد بيسمي حاله دائما بعكس او بالشيء اللي هو بحاجه له الحياة مشان هيك انا بتصور كانت انه بالنهايه الولايه بتصور يجب ان تذهب باسرع ما يمكن، بهذا الوقت المستقطع انا برايي، على الوضع مثل ما هو. نعم. من هو الزعيم السني الاول في لبنان اليوم؟ اليوم ما في زعامه سنيه اولى يعني هالقد طاغيه مبدئيا، الطائفه السنيه بمرحله انتقاليه في زعامه او قياده خرجت، اليوم هي الطائفه حكما عندها خامات رائعه جدا جدا، انما بدأ مرحله انتقاليه ان يثبت من يثبت انه هو عنده خامه زعاميه لا بده شوية وقت مبدئيا حقيقة مشان هيك أنا برأيي ناس انتخبت 27 نائب بس مش معنى أنه كلهم زعماء مبدئيا لحنا بفترة اختبار من يثبت أنه فعلا عنده خامة قيادية أنا برأيي بيكمل المشوار من يثبت أنه ما عنده خامة قيادية ينسحب من, المشوار. من اللعبة نعم عندما كان الرئيس الحريري كان يتصدر المشهد برضا دولي وعربي وأيضا بالتفاف سني إنه الزعيم السني الأول اليوم السعودية برأيك أنه ترك الساحة اللي لم يعد يهمها الشارع السني اللبناني يعني غض النظر عن هذا الموضوع وبالتالي رح يكون في كثير من القيادات السنية على الأرض على غرار الشارع المسيحي أو أم أنه بوقتها رح يكون في تختار أو تتعاون لخيار شخصية سنية تكون الأولى لا شك إما أن تكوني بوحدانية القيادة أو بثنائيتها أو بتعدديتها نعم. ما قبل الشهيد رفيق الحريري كانت القيادة السنية متعددة كان عندك زعيم بطرابلس زعيم ببيروت زعيم بصيدا كانوا وكانوا يتعاونوا بين بعض البعض او يتنافسوا هذا برأي امر صحي جدا جدا مع شخصيه استثنائيه رفيق الحريري كانت وحدانيه الزعامه ممتازه جدا يعني ما رجعت الطائفه لورا بالعكس حطتها بمصاف انه تكون شريك بهذا الوطن وتلعب دورها كامل تماما نعم بس حتى الابن كان يحظى بالكمال اخذ نفس نفس الرضا مبدئيا انما كانت هون الوحدانيه النتائج كانت اذا بدك سلبيه مش ايجابيه الحقيقه مشان هيك انا برأي ان نعود الى التعدديه في زعامه السنه اذا بدك او قياده السنه انا برأي امر صحي مش امر سلبي وما نخاف منه نهائيا لانه الوحدانيه القياده مع زعيم هالقد مميز وغير شكل بتعطي تعطي أحيانا. نتائج ايجابيه مع شخص من مميز ومش غير شكل عادي جدا بتعطي سلبيات كتير لانه بالنهايه اذا انحرفنا او اذا دهورنا بنروح كلنا سوا بهالفرقون على الوادي وهذا اللي صار فيه نعم آه هناك معلومات تقول ان السعودي عينه على الرئاسه بسوريا وانه غير مقتنع برئاسة بشار الأسد ببقاء الرئيس بشار الأسد وأنه بفضل يكون الرئاسة الأولى لشخصية سنية على خلاف ما هو هلأ أنه شخصية علوية كيف بتعلق على الموضوع؟ لا لا ما عنديش معلومات عن الموضوع مش عم نتابع بس يعني ضمن النطاق اللبناني مبدئيا بس منطق الأمور بيقول دائما هو الأغلبية للحق الأفضلية الا اذا اختار الشعب السوري خيار ثاني مبدئيا نعم. عشان هيك انا بتصور يعني كان وي مقبول ويلزمها وقت يعني بيلزمها وقت انا انا معك أنا ما في وضع اذا بدك حكما من يعني منه مقبول بسوريا عم تنحكم سوريا بالحديد والنار مش بالقناعه الحقيقه نعم. اذا لو كان بالقناعه اكيد حتى لو ما كان سني لو كان اي طائفه فليكن اذا طالما الشعب السوري رضيان انما الواقع كان الحكم بالحديد والنار ما كان ممنوع ما كان مسموح لحدا يعبر عن رايه ما كان مسموح للمعارضه ولا لاي شيء وكله اذا بدك احكام عرفيه بكل اسف الحقيقة. نعم هل لديك معلومات عن مفاوضات سياسية أمنية بين البلدين السوري والسعودي أو تبادل بأسماء السفراء عم ينحكى عن هالموضوع كمان؟ من متابع للأمانة ما عنديش معلومات عن الموضوع. نعم. آه سمعنا عن جبهة سيادية رح تطلقوها من مجلس النواب بعد عطلة الأضحى من هم النواب المشاركون في هذه الجبهة السيادية؟ لا، نحن نشكل كتلة نيابية نعم. جبهة السيادية موجودة نعم. قبل الانتخابات وجدت جبهة سيادية اللي انطلقت من مكتب حزب الوطني الأحرار بالصوديكو بتضم القوات اللبنانية نعم. حزب الوطني الأحرار نحن كل شركاء فيها بتضم حزب السريان وفي مجموعة من الثورة كجبهه سياديه موجوده سابقا الحقيقه نعم. لحنا اذا عم تقصدي النواب الاربعه اللي كنا عم نشكل بدا يعني عم نحضر حسنة. ايه عم نحضر لحد ما كتله نيابيه نعم. على ان تكون آه يعني قاعده لننتقل لخطوه ثانيه هو تكتل نيابي اوسع ثم بعدين لجبهه سياديه وطنيه اوسع وقد تكون الجبهه السياديه اللي حكينا عنها اللي موجوده هي الاطار اللي بعدين بيجمعنا بعد الكتله والتكتل وبعدين الجبهه السياديه هلا الاربعه صاروا معروفين في فؤاد مخزومي في ميشيل معوض في اديب عبد المسيح وفي انا هيك نعم. نحن اليوم عم نحضر يعني اللمسات الاخيره للنظام الداخلي للبرنامج السياسي لهالكتله هاي قبل اعلانها وان شاء الله ما تتاخر كثير نعم هيدا, هيدا الجبهه السياديه او الكتله تتلاقى مع النواب التغييريين هلا للأمانة اذا بدك اللي هن يفترض تكونوا معارضه اخذوا اذا عناوين ثلاثه بالمجلس في المستقلين في التغييريين وفي السياديين هلا كيف صنفون الله اعلم يفترض ترى تكون هول حكما متشاركين بالخطوط العريضه او على القضايا مبدئيا مشان هيك يفترض تكون فعلا هناك علاقه ايجابيه ما بين مثل ما سمينا المستقلين والسياديين والتغييرين والا بالنهاية بيكون في شيء خطأ معي يعني. النواب التغييريين اليوم الذي انتخبوا من الشعب لازاحه هيدي الطبقه الحاكمه القديمه أه كانوا على قد امل هيدا الشعب او على طموحات هيدا الشعب بالتغيير لهلا لهلا الاداء مخيب للامال نعم هيك انا برايي حكما الواقع سلبي بس ما بدنا نستعجل بالحكم عليهم او حتى الحكم علينا المبدين. يعني حتى ثلاث اذا المجموعات ثلاث عناوين اللي بتضم مجموعات معينه حكما انا برايي كان في خيبه امل عند الجمهور الحقيقه نعم. لانه صور الامر انه كانه نحن الاغلبيه لنا وهوليك الاقليه عملنا اول محطه انتخاب رئيس رأي جو... مجلس نواب ثم نائب رئيس مجلس نواب ثم اعضاء المكتب المجلس كانت حكما النتائج بعكس هذا الكلام الحقيقه الا اذا كان في فعلا انه في اقليه منظمه وعندها قياده وفي اغلبيه غير منظمه ومفرفطه ومش عم تناسب مع بعض البعض اذا كان السبب هو فعلا لانه بالنهايه جداد على اللعبه البرلمانيه فينا شوية تسامح نرجع نشوف مشهد اخر، إذا استمر الوضع على حاله حكما براي خيبة أمل حتكبر أكثر وأكثر. برايك لهلا مش قادرين نحكم عليهم بعد بينعطوا فرصة؟ برايي بعده إيه، نحن لا. ما تنسي إنه لحنا عم نحكي 15 أيار لبلاش تبري 20 أيار بدأ لا 21 أيار بلش المجلس هذا، نحن اليوم يعني بمسافة بعد بتحمل شوية تسامح بس مش كتير يعني. نعم يعني لفتره انتخاب الرئيس إلا لا 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 إلا اذا اذا انتخابات الرئاسه بالوضع على حاله حيكون نتائج كارثيه طبعاً. على الوطن حقيقة اذا لم نستدرك لم نستدرك الوضع من هلا لما قبل انتخابات الرئاسه افترض لو انتخابات الرئاسه صارت مبكره يعني انعملت قبل بشهرين بعد شهرين اذا ما رتبنا بيتنا الداخلي ستكون نتائج كارثيه على الوطن وعلى البلد نعم آه يقال انه اللواء اشرف ريفي مدعوم من السعوديه والبعض الآخر يقول أنه رجل قطر على الساحة الترابلسية من خلال الجمعيات الخيرية الإنسانية وما تعنى به هذه الجمعيات أنا كنت ضابط و... أنا بالأساس كنت ضابط بالجمهورية اللبنانية وأنا حاليا سياسي في الجمهورية اللبنانية عندي صداقات هون وهون مبدئيا والصداقات احترام لا تبعي لهون ولا تبعي لهون ولا دعم من هون ولا دعم من هون خضنا الانتخابات بلحمنا الحي بإمكانياتنا الذاتية وما حدا دعمنا نهائيا مشان هذا الكلام ما له اساس بعدين الحمد لله هلا قطر والسعوديه متوافقين ونتمنى ان يبقوا متوافقين آه، رح ننتقل للجزء الثاني من البرنامج لنحكي عن الوضع العام حق الكريش والاستحقاق الرئاسي العد العكسي لخروج العهد القوي ولو دستوريا من حياة اللبنانيين توازيا مع محاولة لتشكيل حكومة تقطيع ما تبقى من الوقت الضائع شد الحبال بين بعبدة وعين التين والسراي الحكومي وصولا إلى مركز القرار في حارة حريك مستمر الملفات الساخنة تعد ولا تحصى إضافة إلى الملفات المعيشية والتي منها طيران أسعار الكهرباء والاتصالات وكذلك المحروقات وصولا الى رغيف الخبز مرورا بمفاوضات الترسيم التطبيعيه مع العدو الاسرائيلي والذي عرابه صهر العهد المفدى. اللبنانيون وصلوا الى الحضيض ولا ينقذهم الا وحدتهم وثورتهم ضد سلطه الفساد والتبعيه. رجعنا نكمل حلقتنا مع حضرتك. بنرحب فيك مجددا لواء اشرف ريفي هل تعتقد ان التغيير ات لا محال وان برلمان 2026 سيطيح بهذه الطبقه الحاكمه المتجدرة؟ لا شك شفنا اشارات بدايه التغيير عم تتعاظم اكثر واكثر حقيقه برايي اول اشاره للتغيير نحن صنعناها بانتخابات رابص البلديه سنه 2016 يعني انا تبنيت لائحه المجتمع المدني بوش كل الطبقه السياسيه مجتمعه شكلوا لائحه بشكل كل القوى وغلبناهم للامانه بالمقابل حكما بال 2019 شفنا بدايه الثوره اذا بدك حقيقه بتشرين ثم بعدين كملت وشفنا فعلا حقيقه هذا اول مجلس نيابي فيه اذا سميتي اذا بدك القوى السياديه او التغييريه حكما عدد لا باس فيه مع انه مثل ما حكينا انه بعده ما تبلور هذا التعاون بين الاطراف الثلاثه كلهم سوا بالمقابل حكما المنحة هو تغييري اذا اذا كانك فتي على مسار حكما يجب ان تسقط هذه الطبقه السياسيه لانه بالنهايه وين وصلت البلد الى كارثه وبرايي لا تحتمل يعني اليوم الناس عم بتعاني بكل المجالات لا كهرباء وساعة في مي وساعة ما في مي ساعة في مزود ساعة ما في مزود وصرف 46 مليار دولار على الكهرباء بوقت ما في كهرباء غير ساعة أو ساعتين لا. يعني لو كنا بصحراء وما عندنا ولا عمود كهرباء بدنا نعمل بنية كهربائية للبنان اللي بده بحده الأقصى 4000 ميجا وات بكلفه 3 مليار دولار صرنا دافعين 46 مليار دولار نهبت هالاموال هاي في حصه لحزب الله وفي حصه لحلفاء حزب الله صاروا كانه اذا بدك يعني عم يبتزوا الناس وقت اللي بدهم ياخذوا سلف من مجلس النواب يخترعوا لك ازمه قطع كهربائي تقريبا بشكل كثير شامل وبيحطوك قدام خيرات يا اما فعلا بتعطونا سلفه والا ما في كهرباء بهالمعنى ده بتزل العالم بهالمعنى هذا نعم معاليك عم بتقول انه هيدا الوقت ضائع الى حين انتخاب رئيس الجمهوريه يعني من هون لوقتها ممكن نبلش نشوف خطوات باتجاه التغيير الجديدة او ليز. جديده ليز. للبنان الجديد من وين بدنا نبلش مع كل هالازمات؟ كيف ممكن نطلع من هيدي الازمات كلها؟ لانه هي مش ازمه واثنين وثلاثه، هي ازمات متعدده وعلى كل المستويات مثل ما قلنا، كيف قادرين نبلش من اي نقطه؟ اليوم اذا بدك ديمقراطيا بالانتخابات سواء كانت نيابيه او بلديه او رئاسه مجلس او رئيس الجمهوريه كلها سوا، هي عم نحكي ديمقراطيا، كذلك الامر حتى قانونيا لك تعمل ثوره لك حق تعترضي بالشارع يعني تعملي تظاهرة يعني تعملي دعوات قضائية على الفساد كلها سوا بس كله قانوني هذا نبضي. نعم. في دول بتروح على يعني انقلابات نظري لبنان دولة انقلابات الحياة إنما المزاج العام هو مزاج غير قابل لاستمرار الوضع القائم وهو مطالب بشكل حسيس وبصوت مرتفع ان يحصل التغيير باسرع ما يمكن وعلى كل المجالات وانا اذا بك قناعتي نعم. ما ممكن تشوفي اذا بك بدايه تغيير طالما هذه السلطه هي المنظومه الحاكمه هي ماسكه بمفاصل الدوله انما بالنهايه ما في شيء بيبقى على حاله غير ربنا سبحانه وتعالى والامور قادمه على تغييرات كبرى اكيد نعم الموضوع الابرز هو ترسيم الحدود والضياع ما بين الخطين ناس بتقول الخط السياده 23 والمعترف فيه او اللي الامم المتحده بتعترف انه هيدا خط السياده للدوله اللبنانيه ومن جديد كشفت الخرائط البريطانيه انه خط 29 هو السياده كيف ما نواجه هيدي المرحله بالوقت اللي حزب الله اطلق مسيرات للاستطلاع على المنطقه المتنازع عليها لا شك الفرق بين 23 و 29 رسميا بالامم المتحده نحن في عندنا 23 بس كان ممكن حي عندنا حجج قانونيه وبحقها ان نتقدم بتعديل للمرسوم 6433 قدام الامم المتحده لنقول احنا خط 29 لنا حق في يعني هاي منطقه اذا ما وافقت الامم المتحده او الفريق الاخر بيكون متنازع عليه ما حدا في يحط ايده عليها نهائيا انا بتصور حياه يعني اصول المفاوضات إذا عم تعملي مفاوضات نعم. أن تبدأي بأعلى مطلب ثم بعدين بتتنازل لأنه بدك تعملي تسوية أو بدك حل بكل أسف الحياة يعني بس هون لما أجا المبعوث الأمريكي ما كانوا أخذ كانوا سلفا الأعلى. بيعين التسعة وعشرين وعم يحكوا ب وعشرين نعم. هون طلعت اذا بدك في حق الكاريش لاسرائيل عدونا الاسرائيلي صاروا زمان اذا بدك عم يسحب كل حصته عم يبيع وماشي حاله تماما ولحنا الحقيقه ملتهين ببعض البعض ومش عم نعمل شيء ب... بهالمعنى هذا الحقيقه هلا من شه... من سنتين تقريبا لاول مره بنسمع بما يسمى ح... حق القانا نعم هون سبق أ... طرحت تساؤل وبرجع بكرر عبر تلفزيونكم تساؤل هل حق القانا فعلا تاكدتوا في بقلبه غاز ولا لا ولا هذا وجد <مبيقات> لتعويض مع التعويض معنوي انه والله نحن رضينا بكريش بكار... للإسرائيلي بس بدنا ناخذ منه جزء من بقعته كرمال قانة تمام الحياه بتامل ما يكون في خيبة أمل عند العالم بس تتحقق إذا كان قانة فعلا ما فيها غاز نهائي الحياة وبتأمل إن شاء الله يكون في غاز أكيد كثيف بهالمعنى هذا الحياة بالمقابل حزب الله هون إذا بدك مستهجن موقفه للأمانة عطى تفويض للحكومه وشارك بالمفاوضات ووافق عليه ما مي يعني ما يتزاكى علينا ذاكرتنا ما ضعيفه الحقيقه وقت حط حاله دائما مثل قال انه انا اقف وراء الدوله اللبنانيه نعم. طيب تركت التفاوض بموافقته ثم بعدين فجأة بثلاث مسيرات الحقيقة، طيب ليش عم تعطل إذا بدك هذا المسار إذا أنت موافق عليه سالفة؟ نعم، ما عليك مش يمكن لأنه السفينة عم تكمل عملها وبالتالي هول المسيرات اللي طلعوا للاستطلاع او لجمع المعلومات فوق المنطقه المتنازع عليها ليس للتفجير لانه لو كان عنده نيه التفجير كان بعثها مفخخه يمكن السؤال هون انه هيدا هي المسيرات اللي ارسلها ما بتدعم الموقف اللبناني او الدوله اللبنانيه مش كريدي للدوله اللبنانيه انه عندها قوه تقدر تعمل هيدا الشيء لا خربطت كل مسار و... اذا الدوله اخذت قرار تفاوض نعم و يعني واصله لتقريبا الحل تعتبره هي مقبول بدون رأ... ما عم نحكي راينا بالوقت الحاضر ما له حق يخربط الحياه هاي المسيرات بالعكس اذا بهذا المنطق ازت المسار اللبناني انا بكيت الدولة عم تكمل عملها السفينة ما عم تكمل عملها ما وقفوا ستنا كل الخطوات اللي عم تتنفذ متفق عليها سلفا وقال نعم. المندوب الامريكاني انه بدنا هي الامريكاني انه نحن قبل بسنه مبلغين لبنان امتى الباخره بتنطلق وامتى بتوصل وين حتتمركز وكيف بدها تعمل مبدئيا بكل اسف موافقين على كل الخطوات ما يقولوا لي استغربوا لانه من هنا ابلغوا يعني بالنهاية لو ما في غطاء أمريكي إسرائيلي لهيدا السفينة برضا يمكن إيراني بموافقة إيرانية وموافقة بموافق حزب الله ما كانوا قدروا السفن يوقفوا هنيك مش بس أنه ينقبوا لا على يمكن إذا قادرين يحموها إذا بدكم قادرين يحموها عسكريين ما بيردوا على حدا الحياة مشان هيك أنا برأيي اليوم في كان واقع أبلغت الدولة بكل تفاصيله من سنة نعم واعلنت رسميا من, من الامريكاني ما أحد قال لا هذا الحكي مش مزبوط نهائيا بالمقابل لماذا ليش فات هلا حزب الله ليخربط جو انا بري لصالح ايران مش لصالح الدولة اللبنانية ايران اليوم وين مصلحتها عندها حاجة ان تكون انتاجها بالنفط لانه اليوم السوق الاوروبية بشكل خاص السوق العالمية يعني محتاجة لكمية بعد قصة أوكرانيا اتحاد روسي روسيا اليوم لا تقول إيران أنه شرف تفضلوا خذوا من عندي بدل ما تاخذوا من الإبار اللبنانية أو من البحر المتوسط الحقيقة مش بس اللبنانية الحقيقة أنا برأيي بتخدم فقط مصلحة إيران وتؤذي كثيرا المصلحة اللبنانية إذا كانت الدولة اللبنانية مقتنعة أنه التفاوض اللي عملته هي أو وافقت عليه هو لمصلحتها الحقيقة اليوم أنا هون بقول لك إذا إذ أنت بتسحبي اليوم الغاز هلا وتستفيد منه من هلا انا بري افضل نستفيد منه بعدين حتى لو ضحيت شوي بس انا لو كنت موقع مسؤولي كنت قلت انا طالع يكون 29 بروح رغم حقيتي له انا حقدمه لقاء اني سرع سحب الغاز وبيعه لانه بني الغاز بعد 35 سنه, سنة 2035 لا يعود له قيمه نهائيا اذا ما استفدنا منه من هلا وتاخرنا شوي صغير كل ما قربنا سنه لقدام بتروح قيمته لبنانيه، العالم يبحث عن طاقه بديله واوروبا وب... نعم اعلنت بس معاليك حتى لو كان في مفاوضات رح يوصلوا لحل ورح يسقط للبنان حقه او شرعيته بالغاز الموجود بكاريش اليوم ما بدها شيء انت اليوم خلينا نقول الدوله اللبنانيه نعم اعطت موافقه انه بتنسي ال29 وعلى اساس 23 وبعدين طلبوا انه بالنهايه مقابل حق, حق الكاريش في حق جزء من حق كان داخل خرج 23 مبدئيا نعم. اذا انتم متوافقين عليه اذا بدكم حقيقة ليش حزب الله خربط وهو موافق ليش خربط هاللعبه هاي نعم. او هذا الاتفاق انا ما له سبب الا فقط يخدم المصلحه الايرانيه على حساب المصلحه اللبنانيه وبرجع بقول لك قد يكون بالتفاوض انا اذا بحل هلا بدل محل بعد سنة أو بعد سنتين مبدئيا وبضحي بشوي صغيرة ممكن أقول بس على شرط اطلع جي صارح الناس أنا مشيت بهذا الخيار لأنه مصلحتي أني عجل شوي صغيرة إذا تخليت عن جزء كرمال الإسراع بال... بالاستخراج و... وبيع الغاز تبعه بس بالنهاية بتصور في حدا وقت اللي بده بحط حاله ورا الدولة بالمسيرات حط حاله قدام الدولة مش ورا الدولة الحقيقة مشان هيك أنا بصور هذا اللعب بهالشكل يعني اكيد لا يجوز يكون في حدا يتحكم باللعبه الا الدوله اللبنانيه، اليوم عم يثبت اكثر واكثر لعبه المسيرات كانت اذيه للوطن بشكل كثير كبير. نعم، برايك هل رح توقف عند بس رساله انه مسيرات للاستطلاع ام انه رح يكون في هنيك بالمرحله المقبله تصعيد؟ لا شك الوضع متوتر جدا جدا، نعم. وانا بري اذا بدك حتى بقول لكل الناس، الجهوزيه العسكريه كامله عند كثير من الاطراف. انا ما شايف انا انه في نحن حرو على حرب تقليديه هناك حرب استخباراتيه ما بين العدو الاسرائيلي وبين الايراني على ارض ايران بتصور وانا بري هي كيف اذا بدك لا يعني ايران تدفع ثمن غالي جدا وعم نسمع انه اكيد ما بنرحب شو عم يعمل العدو الاسرائيلي اكيد بس, بس عم نحكي واقع هل بالحاضر نعم. نعم هناك حرب استخباراتيه قد تكون اما بديلا عن الحرب التقليديه او مقدمه للحرب التقليديه والجهوزيه العسكريه قائمه انا بتحرير الشخصي ما حره على حرب تقليديه كلاسيكيه يعني عسكريه الحرب المخابراتيه كافيه يعني الاحتمالات كلها مفتوحه برايي طبيعي اكيد اكيد على حرب بحريه كمان بين ما نشوف حرب تقليدية أنا برأيي الحرب إذا ما... بدك بين إسرائيل وبين إيران على أرض إيران أكثر. وحتى على خارج إذا بدك فلسطين وخارج إيران إيران عم تمتد وسمعنا مبدئيا هذيك اليوم إنه الأمن التركي كمش مجموعة إيرانية تخطط لخطف حدا إسرائيلي بهالمعنى هذا يعني مشان هيك مفتوح الحرب المخابراتية بين بعض البعض أحيانا هاي بتفاجئك بعمليه معينه تؤدي لحرب تقليديه حرب يعني كلاسيكيه مبدئيا بس برايي كيف الحرب الاستخباراتيه لتوصل للنتائج لكل طرف اللي بده اياه نعم هل تعتبر راس حربة في مواجهه حزب الله لا مش انا بس راس حربة بس حكم حي في كثير ناس سياديين انا اذا بدك مبداي مش مصلحي لا عندي مصالح ولا عندي مبتغى بمركز معين ولا اسعى مبدئين. انا بح... انا عم بحلم باقامه دوله لاولادي لان ولا ولا يعني ولا يعني حاضر اولادنا ولا مستقبل اولادنا الحقيقه، مشان هيك انا بصور حقيقه، انا بحكي الامور مثل ما هي مبدئياتها يعني معروف بجرأتك إيه. مبدئياتها ما في دوله بالعالم عندها جيشين الحقيقه، جيش يعمل لمصلحه ايران وجيش اذا بدك لمصلحه لبنان وبكل اسف الحقيقه السلطه السياسيه كلها ساقطه بيد المشروع الايراني بكل اسف، مشان هيك انا بقول للامانه طبقه سياسيه ساهم حزب الله بوصوله وبتامين مواردها الماليه خلال فساد او خلال الخزينه اللبنانيه لدل هي غطاء له وبعدين عم يحاربنا حكما انا راس حربي بس مش هذا الوحيد في كثير ناس سياديين معنا هل تحمل اليوم يعني. حزب الله المسؤوليه الاولى الى ما وصل اليه البلد من انهيار اكيد اكيد هو المسؤول الاول حقيقة اخذ الوطن على محل الطبقه اللي حكمت على مدى 30 سنه كلها مسؤوله اكيد كلها مسؤوله كلها حزب مسؤولة. حزب الله بلش ب 82 نعم. <applause> إذا بهالمرحلة إذا بدك أكيد ما قبلها كان هناك الوجود السوري مش عم إنه سوري مش, مش مسؤول مبدئيا بس تفاقم الأمور حكما يتحمل مسؤولية حزب الله من خلال أن يكون حكما جزء من المنظومة الإيرانية أن يعمل لمصلحة إيران ولو على حساب مصلحة لبنان <applause> ويحاول يغير طبيعة كل مجتمعنا وهو انا برأيي هذا رؤية ما فيها بعد نظر لانه بالنهايه نحن مجتمع تعددي لو بدل مش 100 سنه لو بدل 1000 سنه انا برايي ما في ياخذ السنه عن المشروع الايراني ولا ياخذ مسيحي على المشروع الايراني ولا ياخذ الدرزي على المشروع الايراني ولا ياخذ حتى الشيعة على الاحرار على المشروع الايراني مشان هيك انا بري غباء اذا بدك المشروع الايراني غبي في لبنان نعم من تبرئ من الطبقه الحاكمه اللي حكمت على مدى 30 سنه مين بتبرئ اليوم منهم مين بتقول انه هول الفريق ما خصهم انا برايي حكما انا ما بدي حاكم حدا الناس بتحاكم مبدئيا وفي ناس عندها اليه محاكمه خلال الانتخابات نعم. انا ببني هالطبقه كلها بس مش معناته انه كلها بنفس نسبة المسؤولية بنسب متفاوتة بالمسؤولية حكما تتحمل مسؤولية وصول لبنان الى هذا الواقع المزري بالانتقال للاستحقاق واللي مفترض انه يكون ببداية جديدة وهو الاستحقاق الرئاسي من الاوفر حظا برأيك آه مع حفظ الالقاب الفرنجية عن آه باسيل انا شايف اليوم نحن رح ما بقى فيك تروحي يعني على نموذج باسيل ااا نهائيا او برايي انتهى جبران باسيل كمرشح رئاسي فرنجيه كثير ضعفت حظوظه انا برايي حقيقة انا بشور اعلى حظوظ هي قائد الجيش ولبنان بحاجه لمرحله انتقاليه مثل ما النموذج العراقي مم. نموذج النموذج العراقي جايبوا مدير المخابرات حطوه رئيس حكومه نظامه هو حكومي اكثر ما هو رئاسي وبالمقابل لانه بالنهايه انت عندك معضله كبيره، قصه سلاح غير شرعي موجود على الاراضي اللبنانيه، في حدا بده يحمل بصدره قضيه سلاح لفتره زمنيه معينه ما ضروري تكون ست سنين، يمكن سنه او سنتين مبدئيا، اذا هالمرحله الانتقاليه حكما بدك عسكر يكونوا جزء من الحكم مش عم حكومه عسكريه او نظام عسكري نهائيا، الحقيقه لبنان ما بيحمل نظام عسكري، بس في حدا بده يحمل مسؤوليه التصدي للسلاح الغير شرعي ليكون الخبراء يعني بالكهرباء وبالاتصالات وبغير وبالاقتصاد محميين ليقوموا بوظيفتهم بمجيء قائد الجيش قادر ينهي مساله سلاح حزب الله ووضعه بايد الدوله؟ انا بصور جيش؟ جيشنا اقوى مما قال بشير عون واقوى مما يقول حزب الله واقوى مما تقول كل هالتنظيم هالتركيبه هاي انا عس ضابط وبعرف تماما قوى الامن الداخلي كافيه لحمايه الامن الداخلي وجيش اللبناني كافي لحمايه الوطن من كل المخاطر الخارجيه وحاجه فلسفه انه والله انه كانه سلاح مثل ما كانوا ايام السوريين انه والله وجود سوري ضروري وشرعي ومؤقت، لانه ضروري ولانه شرعي والحمد لله كان مؤقت، سلاح حزب الله لانه ضروري ولانه شرعي وان شاء الله بيكون مؤقت كذلك الامر الحقيقه منه قيمه مضافه نهائيا نعم. الا باذهان اصحاب المصالح اللي ارتموا باحضان الايراني. تحديدا مساله انهاء سلاح حزب الله وضعها في يد الدوله او بايد الجيش مش مساله خارجيه من برا؟ بلا ما موضوع داخلي موضوع داخلي بس داخلي. على الاقل في علينا واجب كداخليين نحن كلبنانيين أن لا نعطي أي شرعية لأي سلاح غير شرعي سواء كان بحزب الله أو ما غير حزب الله نعم لا تقوم الدولة إذا بدك بوجود سلاح غير شرعي مين ما كان يكون ما نعم. يقل لي والله أنه بالنهاية أنا, أنا حمايتك حبيبي أنا بحميك مش أنت بتحميني نعم. وانا مش بحاجة لحمايتك سريء كبير اليوم معاليك مع نزع سلاح حزب الله من اللبنانيين القائد الجيش في حال تم انتخابه لرئاسة الجمهورية هو مع نزع سلاح حزب الله اليوم كل حدا ابن مدرسة وطنية من المدرسة الحربية يجب أن يكون ضد كل سلاح غير شرعي مهما كلف الأمر مش عمل نفتح صدام معركة عسكرية مع حزب الله يجب أن نتخذ إجراءات لا. أن نخرج سلاح حزب الله من لبنان سلاح إيراني كيف بأي آلية بأي طريقة هلا حكما بدك دعم خارجي مش عم أقول انه والله نحن قادرين بس على الاقل في حد ادنى في ده نعمله يعني انا افترض على سبيل المثال انا ليش عم اقول مجتمع تعددي في مناطق ذات غالبيه سنيه لا. في مناطق ذات غالبيه مسيحيه في مناطق ذات غالبيه درزيه انا بري هالمناطق ما ممكن تروح على المشروع الايراني لو بيجي عنتر اذا بدك حقيقه حتى ما هو اكثر من هيك حقيقه مشان هيك انا بري فيني اقول لحزب الله حبيب ما فيك تفوت انت بسلاحك عباطي بتفوت كمواطن لبناني اهلا وسهلا فيه بس بتفوت كسياسي اهلا وسهلا فيه بس كمسلح لا حبيب فيني انا اطلعك من مناطق هالثلاث مناطق هي تنظف واقعا وتقول لحزب الله روح حبيب خذ هالسلاحات نقبر انت وياه بمنطقتك بدايه وفي مبدا بالامن اي سلاح غير شرعي ياكل المنطقه المتواجد فيها انا حقاً رح يجي نهار انا حالو حبيبي تعالى لك اذا مش قادر طلعك من كل لبنان انا على الاقل بطلعك من منطقتي حيحل عني ما يكون في هيمنه من مش بس هيمنه ممنوع وجود أو. انا لا يعني انا ما رح امتلك سلاح نهائيا انا حضل تحت اذا بدك القياده يعني تحت اذا بدك يعني حمايه الجيش اللبناني حماية المؤسسات الأمنية اللبنانية بس حاقول له كمان للجيش اللبناني للأمنيين اللبنانيين حبيبي بما أني أنا صاحب الأرض إذا بدك حياة ومني مسلح ولا بدي اتسلح حياة اسمح لي اصحاب السلاح تبع الفريق الاخر حي عندهم ما يسمى سرايا مقاومه نعم. مجموعات من المطلوبين للعداله من المرتزقه بس تقول له هوب بيهرب من منه لحاله حي مشانك ما يهول عليهم فيهم وقت انا اذا بدك بقرر اخرجه حاخرجه من مناطقي اذا اذا ما في حل للبنان الحياة آه بالعوده شوي للرئاسه هل اللواء اشرف في عنده خيار رئاسي غير الاسماء اللي طرحناهم الثلاثه؟ اليوم انا للامانه اذا بدك اي شخصيه وطنيه نزيهه سياديه اقبل فيها نعم. يعني فيك تبلشي من سمير جعجع وانت نازله مبدئيا نعم بدي احكي عن انما دكتور اذا بدك بدك إيه. إيه. بس اذا بدك شوية تواقعي انا بشوف حقيقة جيش هو الاوفر حظا بهالمرحله هاي وخاصه اذا كانت مرحله انتقاليه لحكم انه يبلش يعيد البلد من شيله من الجوره اللي هي واقع فيها اللي بلش نطلع شوي شوي نعم. على سطح الارض لانه طرح نفسه لرئاسه الجمهوريه وبيقول بحال وصلت للرئاسه مؤكد انه كل شيء رح يتغير هل يجوز انه رئيس القوات او حزب القوات اللي واكب الطبقه لمدى 30 سنه وكمان مدان باغتيال الشهيد كرامي انا روش. ما شايف انه مدان مدان بذهن الفريق الاخر نعم بس بواقعيه انا معطيتي بتقول لا مش مدان لكن مركبه تركيب ليه انحبس هيك لانه كان في كريب. سوري هو حاكم البلد أنت كانت محاكمه سوري محاكمات, محاكمات نزيهه نعم بعدين نعم انا حاطيك حجه إن اليوم لحلك شو اليوم خدي مثال كل الشخصيات السنيه نعم قتلها المحور السوري الايراني وثبت اذا بدك حتى ما نقول عم نفترض افتراضات مبدئيا انه انه اللي قتل رفيق الحريه الله يرحمه هو حزب الله هو الامن تبع حزب الله مشان هيك انا برايي هي دليل وكل القيادات السنيه انا برايي اللي قتله هو قاتل واحد يعني المحور السوري الايراني مرحله سورية كانوا سوريين ومرحله حزب الله هن حزب الله الحقيقه مشان هيك استثناء فقط بيقولوا انه رشيد كرامي انا اذا بك معطيات الامنيه بيقول لقتل حتى رشيد كرامي المحور السوري الايراني الحقيقه يعني ما كان الايراني بعد مسك الارض كان السوري سوري موجود حيا ثانيا انا حاولت استدرج الفريق الاخر لقال له انه كان في اثنين هليكوبتر يوم اختيار رشيد كرامي مش هليكوبتر واحدة الحقيقه استفزيته قلت له انه كان في اثنين هليكوبتر بقلب المعرض وانا بعرف انه ما كان في غير واحدة بس بقلب المعرض طلع اذا بدك احد الضباط اللي هو مكلف منه يقولوا انه اشرف ما كان معه حق كان في هليكوبتر واحدة وبس بيقول وقت كانت مرأة الهليكوبتر فوق المركب اللي فيه آه العميد مطر اجا بده يفجروا يفجر هليكوبتر بيقولوا لحده لا لحظه زي انتظر الهليكوبتر الثاني بتجي الهليكوبتر الثاني بيفجروها ببرج كرم اذا اعترف لي بالشيء اللي انا له مين في فخخ اثنين هليكوبتر بظل الجيش كان بقياده ميشيل عون مش ميليشيا اذا بدك او مش قوة حزبية ولا اي شيء فقط اللي كان ماسك النظام اللي هو كان النظام السوري حقيقة بالمقابل برجع بقول لك تماما رش عمر كرامي الله يرحمه بأول حكومة شكل سنة 90 أو 92 بتصور حط سمير جعجع وزير بقلب الحكومة مشان هيك ما بقى هاي الورقة حدا يستغل لأنه بالنهاية أنه سمير جعجع قاتل رشيد كرامي إذا عمر كرامي اعتبر أنه هو قاتله وبدو يسامح اذا هي طو... آه صفحة طويناها اذا عمر كرامي بقرارة نفسه بيعرف انه مش هو قاتل ما كان حطه وزير للأمانة نعم. بهالمعنى ده ونحن كلنا بنعرف انه الله يرحم عمر كرامي في اذا بدك هيك خبر نزل يومتها بجريده النهار، سأدعي على ميشيل عون بجريمه اغتيال شقيقي الشهيد رشيد كرامي مشان هيك هي موضوع انا بتصور، انا أناعتي المحاكمات في ظل السوري، مش معناتها القضاة تعبانين، لا، القضاة مرتبين جدا، انما القاضي يحكم بما ياتي من تقارير، والسوري كان يفبرك التقارير كلها سوا، مثل سيدة نجاح يعني فبركة. يجي من برا وهون القاضي القاضي بس جهاز امني ولو لبناني ظاهرا يعطيه تقرير انه والله شهد فلان الفلاني و و و ويا ما صار محاكمات بناء لي تقارير ما لها علاقه بالواقع نهائيا وكانت المحاكمات مغلوطه كلها سوا وكان سوري مهيمن اذا بدك على الجو العام الامني وشوي القضائي الحقيقه. نعم. آه، ظاهره جديده اسمها جنود الرب. والمنتمين لها آه، عدد من القوات اللبنانية ما هي معلوماتك عن هيدا أما بعرف لا ما بعرف يمكن عن الظاهرة إذا بدي أسميها لا أول مرة شفناه بتظاهرة بالأشرفية وقت اللي قالوا وقت قصة المثليين نعم نحن لا نقبل الحياة وإذا بدك حطموا كل شيء له صار بالمثليين الحياة وأنا إذا بدك هذا الدور أكيد بأيده لأنه بالنهاية نحن مجتمع سواء كنا مسلمين أو مسيحيين مجتمع محافظ نحافظ على مجتمعنا وقيمة إذا بدك صمودنا وأخلاقيتنا وتربيتنا سواء كانت الإسلامية أو كانت المسيحية نعم. أن نحافظ على العائلة وعلى البيئة مش معناتها أنا بقول بعد للمسلمين لا أكيد حي بس ما بروج له للأمانة نعم. ولا بعطيه موافقة أنه يتكاسروا أو يستفحلوا بمجتمعي تماما هاي أول مرة شفنا هون جوندر. ما كان عندي فكرة الحقيقة منين جايين برأيي هن شباب الأشرفية اللي هن لهم علاقة بالكنيسة أكثر ما لهم علاقة بحزب سياسي يقولوا نحن نعم تعليم كنيستنا مثل تعاليم الدين الإسلامي هي ظاهرة منا طبيعية يجب أن لا تعطى أي مجال للتوسع والانتشار أو تنتشر أو تنتشر تضرب المجتمع بعدين ساعات نعم. أه هل تتوقع فراغ رئاسي أه لأنه بقى الرئيس بري بيأكد لزواره أنه بأول أيلول بالأول من أيلول تحديد موعد لانتخاب الرئيس مستعجل الرئيس بري تجربتنا مع حزب الله بتقول الفراغ جزء من استراتيجيته بأكبر دليل حي قبل ما ينتخب رئيس ميشيل سليمان كان في فراغ لفتره بس مقبول نسبين قبل ما يجي ميشيل عون كان الفراغ سنتين ونص يعني تقريبا شبه نصف ولايه الحي الاماني هلا بقول لك انه بالنهايه غير عقله اللي بيجرب اللي بيجرب بيكون عقله مخرب الحياة بتوقع يمكن بس بتامل ما يكون في فراغ ولا نهار لانه البلد ما بقى يحمل فراغات اذا بدك مع سلطه انا برأي الفراغ حكما افضل من السلطه القائمه حاليا بس نعم. بتامل الحقيقه ان ننتقل الى عهد جديد مع اشخاص مثل عماد جوزيف عون يعطوا امل للناس ويعطوا امل انه رجال دوله ورجال وطنيين ينقلوا البلد الحقيقه من هالوضع المهتري الى بدايه التعافي. نعم. هل اللواء اشرف ريفي عم بيحضر نفسه لرئاسه الحكومه بالمرحله المقبله ما بعد انتخاب الرئيس حكما بده يصير في حكومه جديده؟ لا لا ما بدي احكي شعارات الحقيقه، انا رجل مبدئي واعمل اذا بدك اذا البلد تعافى انا برايي ممكن ادي التحيه واقول انا اديت يعني بروح على التقاعد بروح بقضي ما تبقى من عمري بعدين عند عائلتي مش سعي اذا طلب مني اكيد ما رح اتردد نهائيا سواء كان بهذا الموقع او غير الموقع انه وحياتك حياه مش مبتغى عندي انه انا بدي اطمح لهذا المركز او هذا المركز بس مش معناته انه متعفف بمعنى انه بهرب من المسؤوليات لما بهرب من المسؤوليات انا كنت بالامن وكنا ننام بمكاتبنا لانه كنا معرضين باي لحظه نقطة او نقطة البداية اخر شيء ما بنهرب مسؤوليات نحن مشان هيك انا بتصور حياه مش مبتغانا او موقع اذا بيجي حدا اذا بدك بيحق طموحاتي انا بعتبر حالي ممثل باي انسان وطني سيادي ونزيه وانا برايي لا يمكن ان تفك الارتباط ما بين السياده والنزاهه، لانه الفساد اكل البلد وضرب السياده اكلت البلد الحقيقه يعني اكيد في علاقه بين بعض البعض، بس هالقد صار النتيجه اللي هي الفساد تبع هالطبقه السياسيه هالقد اذا اكلت البلد بشكل مهتري تماما، نعم. اي انسان ينقذ الوطن انا بعتبر حالي ممثل فيه. نعم، هل انت مع طارح البطرك بحياد لبنان؟ الايجابي؟ أيه؟ اكيد اكيد بس لبنان ما بتعتقد انه ضمن هيدي المنظومه العربيه السياسيه انه كيف رح يكون البطرق حكي حكايات ايجابي الايجابيه لها معنى واضح تماما لا. ما يتفق عليه العرب ضمن الجامعه العربيه اللي احنا معه مش انه نحن محايدين نحن مش معه لا مبدئيا هذا حياد ايجابي مش حياد انه والله انا حردان وقاعد على جنب شيء بس لحنا بوطن تعددي لا. في على الاقل اربع قوى اساسيه تماما الحقيقه ما فيك تأخذني على مشروع اقليمي في اذا بدك عدم توحد عليه الحياة مثلا مثل ما عم يعمل حزب الله الحاضر انه والله بدي اخذني على المشروع الايراني هو بيعرف سني برجع بقول لك لو ألف سنه قاتلنا وقاتلنا رح نروح معه على المشروع الايراني لو بده يكون معه مش مئة ألف صاروخ لو معه مليون صاروخ رح والمسيحي كذا امر والدرزي كذا امر وكمان حتى عند اخواننا الشيعة كمان ما كلهم شايفين مصلحتهم بالمشروع الايراني عشان هيك انا برجع بقول هذا في قصر نظر من يعتقد انه بمجتمع تعدد مثل لبنان ممكن انا قوده لمحل ما في اجماع عليه الحياه نعم عشان هيك انا بري نعم الحياد الإيجابي مطلوب بهالمرحله هاي وهو اللي بخلينا اذا بدك حياه نبتعد عن الصراعات الاقليميه اللي هي اكبر من قدرتنا واكبر من مصالحنا واكبر من استقرارنا انا برايي نعم انا مع الحياد الايجابي نعم أه بسؤال اخير لحضرتك قبل ما نختم حلقتنا النهار عنونت انه حزب الله يسعى لبسط نفوذه شمالا ما رايك بهالموضوع؟ قلت لك الحقيقه اذا فعلا هو عم يحكيها بيكون مش بس اذا بدك قصير نظر بيكون غشيم الحقيقه دي مني. وهو بيعرف تمام الحقيقه رجعت قلت لك هذا بلد تعددي هناك مناطق ذات غالبيه نحن حكما لا ممكن لا يمكن ان نقبل بمشروع الايراني لا اذا بدك عقائديا ولا عقيده ولا قناعه ولا مصلحه ولا تاريخا ولا حاضرا ولا مستقبلا نهائيا اذا عنده هذا المنحة من هلا بقول له نتيجه حبيبي ضب اغراضك وروح غير فكرك احسن لك حياه جربت بال2007 ايار 2008 مبدئيا وكانت قمه قوته ثمانية 48 ساعه له كل جامعته برا وحرقنا له كل مكاتب جامعته الحياة ما بتعتقد هلا بهذه المرحله انه صار في عنده قوه اضافيه لا يعني عنده قوه متراجعه وضعه تراجعي مش قوه اضافيه انا بقول قوه حزب الله وهم صنعه ضعفنا جامعتنا كانوا ضعاف مش هو قوي واليوم صار هو اضعف مما كان بسنه 2008 مشان هيك انا بري ونحن ان شاء الله بنكون اقوى مما كنا بال 2008 مشان هيك انا برايي اذا كان فعلا عم يفكر هيك العوض بسلامتك رايح على اخرته الحياه وبرجع بقول له ب 48 ساعه بس ناخذ قرار بطرد كل عملائك وكل زبائنك ايتك الحقيقه من مناطقنا فينا نطردهم وبرجع بقول له رجع عيد النظر، ما فيك تاخذني على محل انا مش مقتنع فيه ولا شايف فيه مصلحه لوطني ولاولادي فيه نهائيا، وبرجع بقول لك لو 1000 سنه صامدين بوشك 1000 سنه ان شاء الله. نعم. كلمه اخيره من حضرتك للنواب التغييريين شو بتقول لهم؟ اول شيء بحييهم لا شك انتم جيتوا بصوت تغييري بس بشكل تكونوا حكما رايحين نحو السياده والنزاهه نحو بناء وطن الحي الاماني. اليوم إذا بدكم مدوا أياديكم للقوى الأخرى اللي بتتوافقوا أنتوا وياها على المبادئ إذا بدك على مصلحة الوطن على صورة الوطن اللي احنا جينا كرم... كرم... كرمالها على أساس انتخبونا الناس مبدئيا مشان هيك أنا بتصور ما فيك تدل إذا بدك يعني كأنه هيك ضايع أنت لفترة طويلة حياة. اليوم انفتحوا على الآخر اللي بيشبهكم ما عم أقول تعال نسكب حالنا ببوتقة واحدة بس نلتقي على الاقل على الاهداف وعلى الغايات الوطن الوطنيه نعم. بانتخاب رئيس الجمهوريه يجب ان نتفق على حقبا من هو الافضل اللي عنده امكانيه يوصل لرئيس الجمهورية كان المفروض نعمل كمان لرئيس الحكومة أنا ب... بعد مثل ما قلت لك هذا وقت ضايع من الوقت أربعة أشهر ما نحرزين مشان هيك أنا بري مرأة إذا بدك كأنه مسرحية صغيرة وإذا بتلاحظي بت... نعم. الاشتباكات اللي صارت من بعدين ما بين رئيس الحكومة المكلف واللي هو رئيس حكومة تصريف الأعمال اللي بيقول له حسنا فعلت أنك قدمت هالتشكيلة هي أنك شلت على الأقل إيجابية واحدة أن نزعت باقتراح أكيد وزارة الطاقة من أفسد مجموعة موجودة على الأرض اللبنانية من نهبت 46 أو ما هو مسؤول عن ضياع 46 مليار دولار من خلال وزارة الطاقة مبدئيا وأكيد نعرفها هي يعني قنبلة موقوطه هي حتفجر الصيغة اخر شيء هن بده على محل انه ما ما يعمل حكومه مشان اذا ما كان هذا السبب كان في اسباب اخرى كذلك الامر مشان انا بقول لك حقيقه هي وقت ضايع وبالنهايه هذا الوقت اللي بستقطع برجع بقول للسياديين للعفوا للتغييريين رجاء انظروا من تلتقوا انتم ويا على المبادئ مدوا ايديكم لبعضكم البعض وبرجع بقول مش ضروري تكون بطاقه واحده او ندوب بعض البعض اللي عندك اياه نحن السياديين نضلنا قبلك نعم. وتحملنا قبلك سواء كنا بموقع الرسمي او الموقع السياسي عشان هيك مش انت ربنا خلقك وكسر الجران بعدين برجع بقول له الناس بلشت تشكك انك انت فعلا عم تمثلها تماما واذا ما قعدت النظر بوضعيتك انا برايي يعني حت... تتخلى عنك الناس نعم معالي اللواء اشرف ريفي كنت معنا بحلقه اليوم بدي اتشكر حضورك وبدي اشكر استضافتك لنا اهلا أهل وسهلا فيك شكرا كثير شكرا لك. اهلا وسهلا فيك شكرا. مشاهدينا لهون تخلص حلقتنا لليوم ملتقانا بجدد بحلقة جديدة إلى اللقاء